الساعة الآن تشير إلى 10 ليلا، أما درجة الحرارة فهي تحت الصفر أكيد. فالبرد القارس والأمطار الغزيرة لهذه الليلة الشتوية أجبرت كل سكان مدينة البويرة على الالتحاق بمنازلهم مبكرا، باستثناء الأشخاص بدون مأوى، وهو الأمر الذي دفع بمصالح الأمن لتنظيم مبادرة للتكفل بهم. البوليس والهلال الأحمر نقول لهم كثر خيركم وإن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يجازيهم وربي يحفظهم ويبعد عليهم بلا إن شاء الله. مصالح أمن ولاية البويرة قامت بتشكيل فوج من الإطارات والعناصر التابعة لمختلف مصالحها، على غرار المصلحة الولائية للأمن العمومي، المصلحة الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي، هذا إلى جانب توفير طاقم طبي وأخصائيين نفسانيين، وذلك من أجل تنظيم خرجة ميدانية قصد التكفل بالأشخاص بدون مأوى ونقلهم لأماكن دافئة، مع تقديم وجبات ساخنة لهم وتوفير مختلف احتياجاتهم. في إطار تجسيد مبادئ الشرطة الجوارية التي تبرزها المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها سيادة لواء المدير العام للأمن الوطني، أطلقت مصالحنا للشرطة بأمن ولاية البويرة منذ دخول فصل الشتاء وتزامن مع برد موجة البرد التي تعرفها مختلف ولايات الوطن مبادرة ميدانية ليلية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى وضمان الحماية الأمنية لهم، إلى جانب توزيع وجبات ساخنة عليهم. الأمن الوطني دائم الاستعداد ومسخر لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين والاستجابة لنداءاتهم والتكفل بانشغالاتهم عبر الرقم الأخضر 15-48 وخط النجدة 17 والرقم الخاص بالفئات الهشة 104. المبادرة تدخل في إطار الحملة التحسيسية والتضامنية الإنسانية التي دأبت مصالح الأمن على تنظيمها كل سنة، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، الهلال الأحمر الجزائري ومصالح البلدية.